جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عمن لم يصل إليهم الإسلام مطلقا ولم يسمعوا به، هل حينئذ يبقون كفارا أم لهم حكم آخر؟ جزاكم الله خيرا. من لم تبلغهم الدعوة ولم يعلموا بالإسلام لانقطاع الأخبار عنهم، فإنهم يكونون مثل أصحاب الفترة، لأن الله جل وعلا يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويقول سبحانه وتعالى: وأوحي إلي هذا القرآن، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالذي لم تبلغه الدعوة يكون من أصحاب الفترة، وحكمه حكمهم، والله أعلم بمآلهم ومصيرهم. نعم.